الاول انا سعيد، انا اسمي ايمن عدلي، انا سعيد جدا ان انا قاعد يعني جنب ثلاثه انا بحبهم جدا جدا. هنبتدي باللي قاعد هناك خالص، دكتور سعيد اللويندي، بنحييه كلنا، الرجل الوطني المتواضع الجميل اللي بيحب مصر بجد، وبعدين بيعذبنا في الاهرام عشان تبقوا عارفين يعني الكرم بتاعه. المفكر الوطني المحترم المتواضع الذي يتحدث من قلبه ولا يخاف الا الله، الروائي الكبير الدكتور عمار علي حسن. حبيبي استاذ الدكتور صلاح هاشم اللي بيتكلم عني كلام لو اخويا مولود من بطن واحده من ام واب واحده مش هتكلم عني كده. الاستاذ الدكتور صلاح هاشم عريس هذا الحفل ونصير الفقراء، انا دايما بقول انت نصير الفقراء. انا مش عايز اطول على حضراتكم، احنا النهارده في ضيافه الاستاذ هشام عباس رئيس مجلس اداره مؤسسه بيت حسن الثقافيه. انا بشكره جدا جدا، وتحيه طبعا للاعلامي الكبير استاذ شريف نصار، هو المفروض كان يبقى معانا بس نظرا لانشغالاته مش موجود معانا، فتحيه له تحيه خاصه جدا جدا. الفقر، ازمات مصر والعالم كله بسبب الفقر. الدكتور صلاح من 4 سنين جاب تاريخ مصر واول ثوره للجياع في مصر عن الفقر. من ساعه ما كلمني وانا بقالي 3 ايام ماشي في الشوارع ببص على الناس الكبيره في السن وهي قاعده بتشحت وهي قاعده على الكباري. دكتور رشاد عبد اللطيف نائب جامعه حلوان. فبقول يا دكتور صلاح، ده انت بتتكلم على مشكله فعلا اعتقد الامن القومي المصري كله بيساوي تنميه وبيساوي فقر. كتاب يعني مهم جدا، في حاجات كتيره جدا، بس انا يعني مش عايز يعني انا دايما بقول لمدير الندوه يجب ان هو يبقى رابط للفقرات فقط وليس متحدثا. الكتاب بيتكلم على مشكلات الفقر في مصر وقدم حلول. انا من غير ما هتكلم انا هقدم الدكتور صلاح بس في خلال 3 ساعة دكتور، عشان احنا مش عايزين نطيل على الساده الضيوف، احنا هنخلص 8 ان شاء الله. فقدامك 3 ساعة ان شاء الله هتقول لنا حكايتك مع الكتاب ايه؟ عايز اعرف من حضرتك الكتاب ده اشمعنى ثورات الجياع؟ ولماذا انت توقعت وتنبأت ان في مصر هيبقى فيه ثورات جياع؟ وعايز اعرف من حضرتك كواليس عمل الكتاب. بنقدم الروائي والكاتب الاستاذ الدكتور صلاح هاشم، وقبل ما اقدم الدكتور صلاح هاشم برحب بالاستاذ الدكتور رشاد احمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعه حلوان اللي مشرفنا، والامين العام للاتحاد المصري لسياسات التنميه. اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور صلاح هاشم هو استاذ التنميه والتخطيط بجامعه كليه الخدمه الاجتماعيه بجامعه الفيوم. طبعا تقدمت السي في، وفي حاجه كمان اكتشفتها، احنا عندنا ابنودي كمان صوت جميل وكلمات جميله، فبنحييه على شعره وبنقول له من فضلك الفتره الجايه عايزين نسمع حضرتك ونشوفك في القنوات الفضائيه، يعني سياسي واستاذ جامعه وشاعرا. تحيه لحضرتك، وعايزين نعرف من حضرتك كواليس الكتاب ولماذا سميت هذا الكتاب منذ ان بدات الفكره منذ 4 اعوام وتنبأت بثوره الجياع ثورات الجياع. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أرى المفكرين في مصر والوطن العربي لهم إسهامات كبيرة، شخصياً أنا بتعلم من كتاباتهم من أفكارهم بشكل جيد، وهم قريبين إلى الفكر وقريبين إلى العقل، ربما من مدارس متقاربة لكن في اتجاهين أو اهتمامات مختلفة. على اليمين طبعاً الأستاذ الدكتور سعيد اللويندي نائب رئيس تحرير الأهرام، وهو له رجل إسهامات ثقافية في مجال السياسة والاقتصاد بشكل كبير جدا ومن المهتمين. ويمكن الدكتور سعيد من الناس اللي قرأوا ليا من قبل ما يشوفوني، وفجأة بفتح التلفزيون لقيته بيتكلم عني في مرة في القناة الثانية، وكان أول مرة أكلمه على التليفون مباشرة في مداخلة. هذا الرجل المتميز المتواضع اللي فعلا أنا شخصيا بتعلم بيه. أما الدكتور عمار علي حسن فهو أخي الكبير جدا اللي أنا بهتم بيه وبتعلم منه التواضع والأدب والفكر وطريقة المعالجة وعمق التحليل والوطنية الشديدة جدا. يعني جمعتنا لقاءات عديدة، لكن من الناس اللي اهتموا بقراءة هذا الكتاب بالتحديد وبحث عنه، ويمكن ما استناش ان انا اديله الكتاب او اديهوله، لكن هو سعى الى هذا الكتاب واتصل قال انا جبت الكتاب وقريته وانت عامل عمل طيب جدا. وهذا دائما دأب الباحث الجيد الذي يسعى وراء المعلومه، لا ينتظر المعلومه حتى تاتي اليه، لا هو بيسعى اليها ويكون له السبق في الحصول اليها، وده اللي شجعني بشكل كبير ان يكون معنا في هذا اللقاء. اما صديقي الأستاذ أيمن عدلي، دائما أقول عبارة عنه واحدة، هو من ليس له صاحب
فليذهب إلى أيمن عدلي فهو نعم الصاحب ونعم الصديق، إعلام متميز ونتنبأ له بالمزيد. أنا مش هقول تفاصيل الكتاب، لكن في عجالة شديدة جدا قصتي مع الكتاب. أنا حقيقة منذ بداية حياتي وأنا مهتم بقضيتين. دكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط، أقول عشان أبص على الكاميرا. دكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، وطبعا النهاردة بخصوص أحدث إصداراتي ثورات الجياع، قراءة سوسيولوجية في التاريخ المصري. الكتاب صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في يناير. الكتاب بيناقش مجموعة من المحاور المتعلقة بالمجاعات التي مرت بها مصر وعدم رضا الشعب المصري عن هذه المجاعات وقيامه بثورات عديدة. الكتاب بيدور في 6 فصول، الفصل عن ثورات الجياع في العصر الفرعوني، ثم العصر البطلمي والعصر الروماني والعصر الإسلامي، ثم ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وآخر الفصول بحاول في الإجابة عن تساؤل هل مصر قادمة على مجاعة أو لا، وما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لتجنب ثورة جياع قادمة. بيناقش هذا الكتاب معي صديقان عزيزان، الدكتور عمار علي حسن والدكتور سعيد اللوندي نائب رئيس تحرير الأهرام. طبعا في هذا الكتاب بحاول بقدر الإمكان ذكر وتوضيح العوامل التي دفعت المصريين إلى القيام بثورة، وبالأحرى العوامل التي دفعت إلى قيام مجاعة. كان من أهم النقاط التي تعرضت لها هو العلاقة ما بين النظام الحاكم وما بين أو طبيعة الحكم وما بين المجاعات التي تعرضت لها مصر، وخرجت بأن كلما طالت فترة الحاكم كلما تعرضت الشعوب إلى مجاعات، كلما طالت فترة الحاكم وضعفت شوكته، كلما قويت الحاشية التي تحيط به وشكلت سياجا حديديا فاصلا ما بين الحاكم وما بين الشعب الذي يحكمه. وبالتالي أنه فترة الحروبات التي تقوم بها الدولة والإنشاءات المعمارية التي تقيم بها طبعا بتلعب دور كبير جدا في تجويع الشعب المصري. النيل والنهر ودوره في الحضارة المصرية هو أيضا له دور كبير جدا في قيام ثورات الجياع، لأنه منسوب النيل هو الذي يحدد رخاء مصر من عدمه. والكتابات والدراسات تقول أن انخفاض أن النسبة المثلى للنهر هو 16 ذراعا، وأن كلما قل منسوب المياه النيل عن 16 ذراعا كلما تعرضت مصر لمجاعة، كلما زاد أيضا عن 18 ذراعا كلما تعرضت مصر إلى فيضانات وبالتالي إلى مجاعات كبيرة. من أكثر المجاعات التي تعرضت لها في كتابي هو الثورة الاجتماعية الأولى التي حدثت في الأسرة السادسة، إبان حكم بيبي الثاني الذي حكم مصر لأكثر من 96 عاما وتولى الحكم وهو عمره 6 سنوات، وشهدت مصر مجاعة كبيرة جدا استمرت حوالي 180 سنة. كمان بتعرضت لي الانتفاضات الجياع التي قام بها العمال في عهد أحمس الثالث بسبب الإفراط في إنشاء المعابد الملكية، وده شكل بشكل واضح الكثير جدا من المشاكل للمجتمع المصري. تعرضت أيضا للعصر البطلمي وكيف كان حاول البطالمة أن يؤثروا على الهوية المصرية واستعباد المصريين بشكل واضح، والتفريق ما بين المصريين وما بين الفينيقيين والإغريق المقيمين في المجتمع المصري، وأسسوا لإنشاء دستور للمصريين مغاير تماما للدستور الإغريقي. إذ مصر في هذه الفترة أي إبان حكم البطالمة كان هناك دستورين، دستور متعلق بالإغريق واليهود والأثيوبيين والمغاربة والفلسطينيين، ودستور خاص بالمصريين، وذلك لاعتقاد البطالمة أن المصريين غير مهيئون لممارسة الحكم الديمقراطي، وبالتالي أن الملوك الفراعنة المصريين الأساسيين لم يسمحوا للمصريين
بممارسة حقوقهم السياسية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي أن البطالمة حرموا المصريين من الكثير من الحقوق السياسية ونهبوا ثوراتهم، وبالتالي تعرضوا لثورة عارمة أيضا كانت في عهد بطليموس الثاني، ولكن بطليموس الثاني لعب بدور كبير جدا إخماد هذه الثورة المتعلقة بالجياع، وبدأ في استيراد القمح من اليونان، وبدأ يتبرع بقصوره الملكية لسد جوع المصريين وتجنب المخاطر التي تعرض لها المصريين إبان ثورة الجياع. كمان من الثورات المهمة جدا المتعلقة بالجياع والتي حدثت في عهد العصر الإسلامي، في العصر في العصور الحكم الإسلامي لمصر تعرضت مصر لمجاعات كثيرة جدا، أشد هذه المجاعات هي الشدة المستنصرية التي كانت في عهد المستنصر بالله الفاطمي، وهذه الثورة طبعا قرت على الأخضر واليابس ولا تقل أهمية بشكل واضح عن الثورة التي حدثت في عهد بيبي الثاني، حيث أن المصريون في عهد المستنصر بالله الفاطمي أكلوا لحوم الموتى وأكلوا لحوم البشر وأكلوا وحتى أكلوا الحيوانات، وهناك قصص وحكايات كبيرة جدا تم رصدها في هذه الكتاب عن بعض مظاهر الجوع التي تعرض بها الشعب المصري والتي ساهمت بشكل كبير جدا في التعجيل بإنهاء الحكم الفاطمي. وفي كل الثورات التاريخية أكدنا أن الجيش لعب دورا كبيرا جدا في استعادة الاستقرار لمصر. الكتاب يقول أن الحكم العسكري كان حكما حمى سقوط الدولة المصرية على مدار التاريخ، ولكن إنه لم يملك العسكر على مدار التاريخ مشروعا نهضويا، هم لم يتضمنوا مشروعا تنمويا ولا نهضويا بالبلاد، ولكنهم يأتوا في وقت الشدة للحفاظ على البلدان من السقوط. وأنا دائما الحياة المدنية التي أثرت المجتمع المصري وانتقلت بمصر من العصور التخلف إلى عصور التنوير وحافظوا على الحضارة المصرية. الفرق الوحيد ما بين الجيوش في العصر الحديث والجيوش في العصر الماضي أنهم فعلا حموا مصر من السقوط وحافظوا على حدودها، ولكنهم كانوا طامعين في ثروات البلاد لأنهم كان لم يكن جيشا وطنيا خالصا، لكنه كان جيشا من المغاربة والأثيوبيين وغير ذلك، وكان له مطامع مادية واقتصادية في ثروات البلاد، وبالتالي أنه كانوا المصريين لا يرحبون كثيرا بالحكم العسكري بقدر ترحيبهم بدور العسكر في الحفاظ على الحدود المصرية والحفاظ على الهوية المصرية وعدم سقوط مصر. لكن في العصر الحديث أصبح الجيش المصري جيشا وطنيا خالصا، وبالتالي أنه بيحاول بقدر الإمكان تجنب الأخطاء التي وقعت فيها الجيوش السابقة وهي المطامع في الحكم، بدأ يستعين بالمدنيين لإحداث نوع من الدمج ما بين الفكر العسكري والفكر التنموي. ولكن فكرة الاعتماد على الجيش العسكري بشكل كبير جدا في تحقيق التنمية أو الفكر العسكري، هذا لا يؤدي إلى نهضة حقيقية، ولكنه ربما فقط يحافظ على الحدود الوطنية والحدود إلى مصر. ويقدم الكتاب مجموعة من النصائح للحكومات المعاصرة ترتبط ب قدرة الحكم المصري المعاصر على الاستفادة من الخبرات المدنية والخبرات التنموية المدنية، وأنه بعد فترة من الاستقرار يجب أن يعود الجيش إلى ثكناته ويلتزم بالحفاظ على دوره الأساسي في الحفاظ على الوطن والدفاع عنه ضد الأعداء والمؤامرات الخارجية، ثم يترك الفرصة سانحة للمدنيين لأن يأخذوا فرصتهم في تحقيق النهضة التنموية الموجودة للبلاد. الكتاب بيحاول أن ثورة بيقدم أن ثورة 30 يونيو نقذت المصريين من مجاعة عاجلة كانت ربما تتحقق على أيدي حكم الإخوان الذين قدموا السلطة الدينية على الحقوق الاقتصادية. لأن الكتاب يقول أيضا أن الاهتمام بالاقتصاد أسبق بكثير جدا من الدين في الحفاظ على البلدان وعلى استقرارها، وأن المصريون عندما جاعوا أسقطوا الآلهة، وأن من مصادر تأليه الحاكم هو فاعلية دوره في تنظيم الحياة بين المواطنين وتحقيق العدل، ومتى فقد الحاكم أو النظام الحاكم قدرته على تحقيق العدل، ومتى فقد النظام الحاكم قدرته على تنظيم الحياة بين المواطنين وأفقدهم الأمن أسقطوا الحاكم حتى وإن كان إلها. وبالتالي أن الحقوق الاقتصادية أو الجوانب اهتمام الحكام بالجانب الاقتصادي أسبق بكثير جدا في استقرار البلدان من اهتمامهم بالحقوق الاقتصادية من الحقوق الدينية، وبالتالي
نحن نقول أن ثورة 30 يونيو استعادت مصر من السقوط، ولعبت القوات المسلحة المصرية دورا باسلا في الحفاظ على الحدود المصرية والحفاظ على الهوية وعدم إسقاط مصر بشكل كبير. المهم في هذا الكتاب أن المشروعات كمان أيضا التي تبنتها ثورة 30 يونيو وهي المشروعات القومية العملاقة ربما حاولت بقدر كبير جدا تجنب وقوع المصريين إلى مجاعة، لأنه عندما تحدث المجاعة فسوف تسقط كل أعمدة الدولة الحديثة، وهنا يجب أن تكون على الدولة الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والتنمية عن أي مشروع آخر. دكتور سعيد اللوندي، خبير العلاقات السياسات الدولية بالأهرام وأتيح لي أن أطلع على هذا الكتاب بمناسبة هذه الندوة، وأعتقد أن الدكتور صلاح هاشم أبدع في هذا الكتاب وجمع بين أسلوبه الأدبي الجميل جدا كتابيا وأسلوبه في التفكير، يعني أعتقد أنه يتقن استخدام المناهج الحديثة في التفكير، ووضع هذا الكتاب من خلال معايشة لثورتي 25 يناير و30 يونيو، ثم وضعنا كتاب أعطى نبذة تاريخية بالفعل عن الثورات الجياع بشكل أو بآخر، باعتبار أن الكتاب اسمه ثورات الجياع، لكن بشكل عام أتصور أنه يعني أصاب في كل اجتهاد علمي قام به في هذا الكتاب، ويعتبر كتاب رائد، لأنه أولا رغم أنه جاف ويتعلق بالاقتصاد إلا أن كل القراء يتمنوا أن يقرؤونه. لماذا؟ لأنه يجيب عن أسئلة تطرح كثيرا في النفوس، وبالتالي الإجابات لا توجد إلا بين هاتين الدفتين، ولذلك أنصح كل شاب أن يقرأ هذا الكتاب حتى لو كان معيشا ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لأنه بالفعل سيرى أشياء غابت عن باله ربما عايشها أثناء قيامه بالثورة، إلا أنه استطاع بشكل أو بآخر أن يتقن هذه الفكرة ويعيشها ويتأملها ويكون أحد أبطالها.